عايز اكلمكم النهاردة ان شاء الله عن اهتمام الانسان بابديته. في ناس لهم اهتمامات كثيرة لكن ما بيفكروش في ابديتهم. زي ما لام السيد المسيح مرثا وقال لها أنت تهتمين وتضطربين لأجل أمور كثيرة ولكن الحاجة إلى واحد. الواحد ده هو اهتمام الإنسان بأبديته، اهتمامه بوجوده في ملكوت الله وملكوت السماوات وفي زمرة القديسين وفي عشرة الله. يفكر في أبديته ويعمل له. ده الوضع اللي الكنيسة علمتنا إياه وقالت لنا إن احنا نهتم بيه في كل يوم. يعني في كل يوم، يعني في صلوات الأجبية نقف كل يوم ونتكلم أمام الله عن أبديته. ففي صلاة الغروب يقول إذا كان الصديق بالجهد يخلص فأين أظهر أنا الخاطئ؟ بيفكر في أبديته ويقول أنا أفنيت عمري في اللذات والشهوات وقد مضى مني النهار وفات. ويعترف بخطاياه. وفي صلاة النوم يقول هو ذا أنا عتيد أن أقف أمام الديان العادل مرعوب ومرتعد من أجل كثرة خطاياه. ويقول لو كان العمر ثابتا وهذا العالم مؤبدا لكان لك يا نفسي حجة واضحة، لكن إذا انكشفت أفعالك الردية وسلوكك القبيح أمام الديان العادل فأي جواب تجيبي؟ تفكير الإنسان في أبديته، تفكيره في يوم الدينونة، تفكيره في مصيره الأبدي يجعل الإنسان يهتم بهذا الأمر كل الاهتمام. حتى إنه في صلاة نصف الليل يقول اعطني يا ربي أن أبيع دموع كثيرة كما أعطيت في القديم للمرأة الخاطئة. إنسان بيفكر في أبديته، ده تعليم الكنيسة لينا. تفكيره في أبديته يجعله يحاسب نفسه، يجعله يبكي على خطاياه، يجعله يهتم كيف يسير في الطريق الروحي. هذا الأسلوب كان أسلوب الآباء القديسين أيضا. تصوروا قديس عظيم زي القديس أرسنس معلم أولاد الملوك يقول له هبني يا رب إني أبدأ، أنا للآن لم أبدأ. ما تفتكروش إنه بيخدع نفسه أو بيقول كلام تواضع كده، لا أبدا. هو ربما يقصد لم أبدأ طريق الكمال اللي أنت طلبته مني. ما هو الإنسان بيبدأ بالتوبة، وفي قديسين بيجتازوا التوبة وبعدين يبدأ في حياة القداسة، وقديسين بيجتازوا الحياة دي وبعدين يبدأ بحياة الكمال وبعدين ما يوصل لهاش. وكل ما يقارن نفسه بطريقة الكمال يقول لسه بدري عليه. فهو بيتكلم عن صدق. دي الطريقة اللي مشي فيها القديسين، إنهم بيفكروا في أبديتهم باستمرار.
نفس التفكير في هذه الأبدية كانت الطريقة التي عاش فيها داود النبي، مشغول بكلام ربنا، مشغول بوصايا الله يتغنى فيها الليل والنهار، مع إنه كانت له مسؤوليات كثيرة من مسؤوليات الملك، الملك كبير، ومن مشاكل الأعداء الكثيرين الذين أحاطوا به من كل ناحية، سواء ابنير رئيس جيش شاول أو يؤاب وإخواته رئيس جيش داود أو أبشالوم ابنه اللي من صلبه اللي خانه أو الناس اللي تبعوا أبشالوم ومشيوا وراه زي شمعي ابن جيرة اللي مسك داود وقعد يسب فيه ويقول له يا رجل الدماء ده ربنا عمل فيك وسوى فيك، ومع ذلك نجد داود المهتم بأبديته يقول ايه في المزمور، يقول جلس الرؤساء وتقاولوا علي اما عبدك فكان يهتم بحقوقه لان شهاداتك هي درسي وحقوقك هي مشورتي. الله، طب والنبي بيتقاولوا عليك دول، خليني انا اتامل في شهادات الله واتامل في حقوقه واتامل في وصاياه. او مثلا نقول تكلم معي مخالف الناموس، تكلم معي مخالف الناموس بكلام هزيان، لكن ليس كناموسك يا رب لأن كل وصاياك هي حق. الله، انت ماشي فين ده الريس في حساب والنوتي في حساب؟ هو قاعد يتأمل في وصايا ربنا ومش همه كل اللي بيتقولوا عليه. ليه؟ لأنه إنسان بيدور على أبديته. يقول أعدائي نسوا وصاياك، ممحص قولك جدا، عبدك أحب. الله، طب والتانيين خلينا نفعل. وبعدين يقول كثيرون هم الذين يضطهدونني ويحزنونني وعن شهاداتك لم أدنع. أحببت وصاياك، بدء كلامك حق. دول قاعدين في دنيا وهو في دنيا تاني، هو بيفكر في أبديته، ما بيفكرش في الأمور المحيطة بيه. ما هو ممكن إن الإنسان يجيب ممكن إن الشيطان يجيب مشاكل للإنسان الروحي عشان ينشغل بالمشاكل وينسى العمل مع الله، ينسى إنه يلهب في ناموسه النهار والليل، يشغله بالسلبيات لكي ينسى الإيجابيات. ممكن إن الإنسان ينسى كل شيء وما يفتكرش غير ربنا. ده الشخص اللي بيهتم بأبديته، والشخص اللي بيذكر تعليم الكنيسة اللي بتقوله وراء كل قراءة من الكاثوليكون العالم يبيد وشهوة معه، العالم يبيد وشهوة معه، لا تحب العالم ولا الأشياء التي في العالم. الإنسان الروحي اللي بيفكر في أبديته ما يهموش مشاكل العالم، وأيضا الشيطان ما أسهل إنه يقدم للإنسان مشغوليات عديدة لا تحصى لكي ينشغل بأمور عديدة وينسى أبديته. داود ما كانش بالشكل ده،
ما هو كان عنده مشغوليات كتيرة، عنده مملكة واسعة، وعنده جيش، وعنده أسرة كبيرة، وعنده أعداء، لكن كان مشغول بأبديته. يقول له: محبوب هو اسمك يا رب، فهو طول النهار تلاوتي. طول النهار تلاوتك ازاي؟ طب والمشاكل المحيطة بيك والمشغوليات المحيطة بيك؟ قل لا، ده كلمة ربنا هي اللي هتحلل الأمور كلها. ازاي؟ يقول له: لو لم تكن شريعتك هي تلاوتي لهلكت حينئذ في مزلة. هو مشغول بربنا، هو فعلا السيد المسيح كويس انه قال لمرسى: انت تهتمين وتضطربين لاجل امور كثيره والحاجه الى واحد. اللي بيفكر في ابديته ما يهتمش بالمشغوليات الكثيره. في ناس ينشغلون بالماده وبمركزهم المادي، ويمكن هذا الامر يدخل في عمق تفكيره، والماده دي مش هتوصله لابديته. ما هو سليمان الحكيم اهتم بالماده وقال: بنيت لنفسي فراديس، وعملت لنفسي جنات، واقتنيت جواري ونساء والى اخره، ومهما اشتهته عيناي لم امنحه عنهما. سليمان هنا انشغل باللذة وانشغل بالمادة، وبعدين نسي أبديته. عشان كده لم يكن قلبه كاملا أمام الله مثل قلب داود أبيه، وربنا كشف له خطاياه في سفر الملوك ملوك الأولى إصحاح 11، وكانت النتيجة إنه كان هيضيع، والنساء الغريبات خلوا قلبه يميل إلى عبادة هذه الأصنام بتاعتهم، وأخذ عقوبة من الله. ليه؟ لأنه ما حطش أبديته في الأول. فين بعد كده لما قال إن كل اللي شفته ده باطل الأباطيل والكل باطل؟ بدأ يفكر في أبديته وحسبت له توبة. في ناس بيهتموا بأنفسهم، إزاي الواحد يبني نفسه؟ يقول: كيف أجد ذاتي؟ كيف أبني ذاتي؟ كيف يعطي ذاته كرامة ومجدا؟ كيف يبحث عن المناصب؟ كيف يبحث عن المراكز؟ وجايز من أجل البحث عن المناصب أو المراكز يضيع، وتضيع منه المراكز والمناصب، ويبقى لا كسب لا سما ولا أرض. مفروض الواحد يهتم بأبديته، يهتم بأبديته. في ناس يقول: لسه بدري عليا، ده أنا شاب صغير أهتم بأبديتي ليه؟ لما أكبر وأعجز أبقى أفكر في أبديتي. لا يا حبيبي، ده تاريخ الكنيسة يعطينا أمثلة عن القديسين الأطفال، الأطفال زي أبانوب وزي قرياقوس وزي تيموثاوس الأسقف في طفولته، لما قال له بولس الرسول وقال له: وأنت منذ الطفولية بتهتم بالكتب المقدسة القادرة أن تحكمك للخلاص. اتربى من صغره زي القديس الأنبا مرقس المتوحد، زي القديس الأنبا شنودة رئيس المتوحدين، دول اهتموا بأبديتهم من طفولتهم. زي القديس تدرس تلميذ بخمس، زي القديس يوحنا القصير، زي القديس الأنبا ميصائيل السائح الذي صار من السواح وعمره 17 أو 18 سنة، زي القديس أثناسيوس الكبير
الرسولي اللي وهو شماس كان حجة في اللاهوتيات. في ناس بيدوروا على أبديتهم من صغرهم، تقول له العالم يقول لك باطل، الأباطيل الكل باطل وقبض الريح. في ناس مشغولين بأمور تانية، في ناس مشغولين بالهد، متخصصين في كده، لا يعرف أن يبني شيئا. ولما تسأله ماذا بنيت في ملكوت الله ما تلاقيش إجابة، لكن مشغول بالهد. يقول لك أنا موهبة الأولى أن أخلع الزوان من الأرض، ويتخيل زوانا في الأرض يخلعه. تقول له ده مهمتك الأولى إنك تنمو كحنطة، لأنك جايز فيما تخلع الزوان تصير زوانا، جايز فيما تخلع الزوان تتعلم الشتيمة وتتعلم النقد وتتعلم الإدانة وتتعلم كذا وكذا. طب ما هذه صورة الزوان، فيما يخلع الزوان يصير زوانا ويصير عثرا. لكن المهم إن الإنسان يهتم بأبديته، يفكر أيام غربته على الأرض قليلة، ولابد هيجي يوم يقف قصاد ربنا. داود النبي العظيم، الملك القائد اللي حل عليه روح الرب، النبي كان يقول له عرفني يا رب نهايتي ومقدار أيامي كم هي لأعلم كيف أنا زائل. الإنسان كالعشب أيامه، كزهر الحقل كذلك يزبل، لأن ريحا تعبر عليه فلا يخون ولا يعرفه موضعه بعد. كان بيهتم بأبديته، لأنه اهتم بأبديته عشان كده كان بيقول غريب أنا على الأرض، غريب أنا على الأرض فلا تخفي عني وصاياك. غريب ايه يا داود؟ ده انت رئيس مملكة كبيرة، ده ربنا فتح لك كل حاجة. برضو انا غريب، غريب ونزيل مثل جميع ابائي. ده الانسان اللي بيفكر في ابديته يشعر بانه غريب على الارض، يشعر ان الحياة على العالم في العالم مجرد فترة اختبار، فترة اختبار. ربنا بيختبر نفسيته من أي نوع، بيختبر قلبه، بيختبر مشاعره، بيختبر فكره، بيختبر تصرفاته، وعلى حسب هذا الاختبار تكون حالته في الأبدية. مجرد فترة اختبار، وربنا يقول إن مشيت فيها كويس أعطيك 100 ضعف زائد ملكوت السماوات. لكن قليل الناس اللي بيفكروا في أبديتهم. اللي بيفكر في أبديته يبتدي يعد نفسه لهذه الأبدية، يعد نفسه بالتوبة وتنقية ذاته. وإزاي ينقي ذاته؟ يجلس مع ذاته، يحاسب ذاته محاسبة دقيقة، لأن أي خطية واحدة ممكن تفقده الأبدية، أي خطية واحدة ممكن تفقده الأبدية. أنا عندي كوباية مية زي دي مليانة، لو حطيت فيها نقطة حبر واحدة ضاعت كلها، مع ان بقية المية كويسة. لو واحد عنده طبق كبير من الحلويات ومنتهى اللذة، مجرد ميكروب واحد يخلي طبق الحلويات كله سبب ضرر ليه ويضيع صحته، ميكروب واحد. فالإنسان اللي بيفكر في أبديته
يحاول ينقي نفسه من كل خطية، من كل شر، ومن كل شبه شر. أنا أفتكر مرة اديت محاضرات محاضرة عن كلمة شبه شر من تسالونيكي الأولى إصحاح 5. شبه شر ينقي نفسه. يعني إيه ينقي نفسه؟ يعني إنسان ما دام بيفكر في الأبدية يعد نفسه ليه. يعني إيه يعد نفسه ليها؟ يعد نفسه إنها تكون بلا عيب بلا لوم أمام الله والناس. يعد نفسه إنها تبقى زي ما قيل في سفر النشيد مشرقة كالصباح، جميلة كالقمر، طاهرة كالشمس، مرهبة كجيش بألوان. نفسه تبقى من هذا النوع، نفسه تبقى زي ما قيل في سفر النشيد كأعمدة من دخان معطرة بالمر واللبان وكل أذرة التاجر. تصوروا شرية بيطلع منها سحابة بخور كأعمدة من دخان طلع الفوق للسماء معطرة بالمر واللبان وكل أذرة التاجر. تقول له إيه كل أذرة التاجر؟ يقول لك كل أذرة التاجر دي ثمار الروح القدس، ثمار الروح في الإنسان اللي موجودة في غلاطية 5:22-23. ثمر الروح محبة وفرح وسماء وسلام وطول أناه ووداعة وتعفف وصلاح وإيمان، كل دي ثمار الروح. وبعدين المحبة دي اللي هي في أول ثمر من ثمار الروح يقول لك المحبة تتأنى وتترفق ولا تحتد ولا تظن بسوء، وصفات عديدة. كل أذرة التاجر. إذا كانت النفس التي تعد للأبدية لابد أن تكون رائحة المسيح الزكية، يبقى البخور اللي تحطه في الشرية يكون معطر، في بخور معطر. ولما تقروا عن مكونات البخور في خروج إصحاح 30 يقول بخور عطر. بخور إيه؟ عطر. اللي بيعدوا نفسه للأبدية عايز يبقى بخور عطر تحرقك النار، قول زي بعض ويه يعني، والنار تحولك إلى بخور، قول لك زي بعض، مستعد إن أنا أدخل في هذه النار المقدسة وأتحول إلى بخور وأصعد كأعمدة من دخان معطرة بالمر واللبان وكل أذرة التاجر. أنا قريت عن كلمة عروس دي كلام جميل جدا في سفر إستير. كان العروس اللي يختاروها للملك ينقعوها 6 أشهر في المر، المر ده عكر، وست أشهر تانية في الأطياب. 6 أشهر جسدها يتنقع في الأطياب لتطلع إيه دي؟ ده إحنا لما كنا بنعمل الأطياب اللي نطيب بيها أجساد القديسين كان الواحد ريحة إيديه يبقى باين فيها ريحة العطور دي، يمكن تقعد كم يوم لمجرد إنه لمس. أمال اللي منقوع فيها ده يبقى إيه؟ واحد يقول له يا رب عايز أخش ملكوتك، يقول له طيب عايزين ننقعك في الأطياب شوية شهور أو شوية سنوات لغاية لما الطيب يدخل يتعمق في أنسجة جسدك، ومنين ما تمشي يشم الناس ريحتك الطيبة، منين ما تقعد يشم الناس ريحتك الطيبة. تبقى رائحة المسيح الزكية.
تتحول إلى طيب. لكن إنسان يقعد يهتم بنفسه ويبني بناء في نفسه بطريقة خاطئة، ده يبقى عامل زي بتوع برج بابل اللي عايز يرتفع بطريقة غلط، أو زي اللي يحاول أن يرتفع على جماجم الآخرين، أو زي اللي يجد راحته في تعب غيره، ده يبقى مش مهتم بالملكوت. جايز يفتكر إنه مهتم بنفسه، لكن مهتم بنفسه بطريقة خاطئة، بيضيع روحه. زي ما المسيح قال: من يجد نفسه يضيعها، ومن أضاع نفسه من أجلي يجدها. اللي عايز يعد نفسه يبقى مشغول بربنا، مشغول بربنا، مش مشغول بحاجة تاني. بقية مشاغل العالم على هامش حياته، لكن هو مشغول بربنا، مشغول بالصلاة، مشغول بالتأمل، مشغول بالهزيز في الإلهيات، مشغول بالحب الإلهي، مشغول بالوجود في حضرة الله الليل والنهار، مشغول بتنقية نفسه من كل ما هو نجس أو رجس. لأن آخر سفر الرؤيا لما بيتكلم على مملكة الله على أورشليم السمائية، يقول لك لا يدخلها نجس ولا رجس، لن يدخلها شيء دنس ولا ما يصنع رجسا وكذبا إلا المكتوبين في سفر الحياة. إن كنت بتهتم بأبديتك فكر هل أنت مكتوب في سفر الحياة أم لا؟ هل حياتك الحاضرة تساعد إنك تكتب في سفر الحياة ولا لا؟ اللي مشغول بأبديته بينقي نفسه. وبعدين لما نقرأ قصة العذارى الحكيمات والعذارى الجاهلات، نلاقي الجاهلات لم يكن معهن زيت في آنيتهن، والمسيح رفضهم. طب نعمل ايه؟ نبتدي نشتري الزيت من دلوقتي، نبتدي نخزن الزيت من دلوقتي، والزيت يرمز إلى الروح القدس، والزيت الذي كان يعوز أولئك العذارى الجاهلات هو عمل الروح القدس فيهم. إذا كنت تهتم بأبديتك اهتم بعمل الروح القدس فيك، اهتم أن تكون هيكلا مقدسا للروح القدس، والروح القدس يعمل فيك، والروح القدس يتكلم على فمك، والروح القدس يقود خطواتك وتصرفاتك. ومش بس كده، كلمة جميلة جدا لإنسان أعد نفسه للملكوت ووصل فعلا إلى الفردوس. بولس الرسول بيقول عبارة جميلة جدا جدا، بيقول لأحيا لا أنا، لكن المسيح هو اللي بيحيا فيه. أحيا لا أنا، بل المسيح اللي بيحيا فيه. ولذلك قيلت مرة قصة عن القديس الأنبا بولس، إن مرة حد فات عليه وقال له: يا بولا افتح لي. فقال له: ليس ها هنا بولا، هنا المسيح اللي بيحيا في الأنبابولا، بيحيا فيه.
يحيا فيه، يعني كل حياته هي حياة الله فيه، كل حياته هي حياة الله فيه، كل كلمة من كلماته هي كلمة الروح القدس على فمه. ده اللي بيعد نفسه للأبدية. لكن اللي ماشي في العالم مرة يطب ومرة يئب ومرة يقع ومرة يقوم، ده لسه ما عملش حاجة. ده أنا عايز أقول لكم أكتر من كده، ليس المهم فقط أن تهتم بأبديتك، أمال إيه تاني؟ بس ليس المهم فقط أن تهتم بأبديتك، إنما تهتم بمركزك في الأبدية. ما هو في ناس كتير بيروحوا الأبدية لكن نجم يمتاز عن نجم في الرفعة، فحتى لو رحت الأبدية هيكون مركزك فيها إيه؟ ده مرة قيل عن قسطنطين الملك لما شاف حياة الرهبان، قال إن أنا لما شفت المجد اللي ربنا أداه للرهبان يعني استصغر حياته على الأرض، وقال يا ريتني كنت من هذا النوع، من النوع اللي بيحب ربنا ويعيش معاه الليل والنهار. على مقدار ما تعد نفسك للأبدية هكذا يكون مركزك هناك. في واحد يقول اهو اتوب واروح الأبدية، واحد يقول لك لا، ده التوبة دي مجرد العنصر السلبي انك تسيب الخطايا. طب فين حياة القداسة؟ فين النمو في القداسة الى ان تصل الى حياة الكمال؟ فين النمو الذي تستطيع ان تصل به انك تصبح صورة الله على الارض؟ صورة الله على الأرض هو مجرد أبدية؟ طب افرض رحت الأبدية ولقيت هناك ناس لا تستحق إنك تنظر إليهم، أو بيتمتعوا بمتع روحية أنت بعيد عنها كل البعد، ما وصلتش للمستوى ده. بيقول يجازي كل واحد حسب أعماله. فافرض انت اعمالك يعني يا دوبك دخلتك من الباب، لكن ما وصلتكش للعلو الكبير اللي موجود في الابديه. اللي بيستعد لابديته يقول لا، انا لازم اخد بالي من نفسي، لازم اخد بالي من نفسي، هذا العالم يبيد وشهوته معه، ادور على ابديتي. عشان كده لقينا واحد زي القديس أرسنيوس اللي كان بيسهر طول الليل في الصلاة، يبص الشمس ساعة الغروب وهو واقف يصلي لغاية ما تطلع له مرة تانية من الشمس. كان بيبكي على خطاياه. خطايا ايه ده بس يا رب؟ وبعدين لما جات الوفاة للقديس البابا توفيلس الثالث والعشرين، قال طوباك يا أرساني لأنك بكيت على خطاياك في هذا العالم، طوباك يا أرساني. لكان أرسانيوس يحاسب نفسه كل يوم، ماذا فعلنا مما يرضي الله وماذا فعلنا مما يغضب الله، يحاسب نفسه كل يوم في غير مجاملة، ويحاول انه يقوم نفسه عشان يعيش لله. صدقوني يا اخوتي ان المنهج الروحي الذي نطالب به جميعا هو منهج طويل طويل جدا، لسه لم نخطو فيه إلا خطوات قليلة. في ناس مش بيعدوا نفسهم للأبدية، بيعدوا نفسهم للحياة اللي في العالم.
زي الرجل الغني اللي قال أهدم مخازني وأبني أعظم منها وأجمع خيراتي كلها وأقول يا نفسي عندك خيرات لسنين عديدة. وجاله الصوت وقال له أنت بتفكر في إيه؟ بتفكر في الأرض؟ ده في هذه الليلة تؤخذ روحك منك، فهذا الذي أعددته لمن يكون. أمال اللي مش ماشي في التوبة وكل يوم بيزود خطاياه بتبقى حكايته إيه ده؟ اللي مش ماشي في التوبة وكل يوم بيزود خطاياه ده مهتم بأبديته ولا نسي حكاية الأبدية؟ وكل اللي قصاده شهوة الجسد وشهوة العين وتعظم المعيشة فين؟ أهم شيء في حياة الإنسان إنه يعد نفسه لهذه الأبدية ولمركزه في هذه الأبدية، وكل ما يعوق عن الأبدية يتخلص منه. زي ما احنا بنقول في القسمة بتاعت القداس، كل فكر لا يرضي صلاحك فليبعد عنك، كل فكر لا يرضي صلاحك فليبعد عنك. تعد نفسك في الأبدية، مش بس تعد أعمالك، تعد قلبك، تعد فكرك، تعد مشاعرك، وتقول مع داود مستعد قلبي يا الله مستعد قلبي. في قصة حكاها لي أبونا بطرس جاي كاهن في سنة الزيتون، كان في لجنة البر بيعمل معه واحد اسمه الدكتور جورج لوقا، هو أخو نظم لوقا بتاع زمان، لكن كان يختلف عنه تماما، وكان يحب العدرة اللي في الزيتون وبيخدمها. اليوم اللي تنيح فيه الدكتور جورج لوقا ده، دخل البيت وقال لزوجته اعملي لي كوباية شاي وأنا هروح أستريح شوية. فعملت له كوباية الشاي وراحت توديها ليه، فسمعته بيقول أيوة يا عدرا أنا مستعد أنا جاي أنا مستعد أنا جاي. فدخلت جوه لقيته خلاص الظاهر إن العدرا ظهرت له وقالت له أنت مستعد تيجي معايا؟ قال لها أيوة يا عدرا أنا مستعد أنا جاي. وعلى بال ما دخلت زوجته لقيته لفظ أنفاسه الأخيرة. هل يستطيع واحد يقول أنا مستعد أنا جاي؟ أنا مستعد يعني مستعد للقاء الله. المسيح هيجي في مجيئه الثاني، مش كل واحد هيقابله بنفس الأسلوب، في ناس هيقابلوه برعب برعب، يقولوا أيها التلال أسقطي علينا وأيها الجبال غطينا من خوف غضب الحمل. وفي ناس يقول يبكي عليه الذين طعنوه وتنوح عليه جميع قبائل الأرض. وفي ناس هيقابلوه بفرح، دول اللي هيقول لكل واحد منهم هلما أيها العبد الصالح والأمين كنت أمينا في القليل سأقيمك على الكثير ادخل إلى فرح سيدك. دول اللي أعدوا نفسهم للأبدية. يا ريت كلنا نعد أنفسنا. تفضلوا.